ما كانت ليلة الدخلة، كانت اغتصاب. أنا تزوجت عمري 12 سنة، اللي صار وياي جو يمنا خطار. كان أمي تصيحني تقول لي أبوك يريدك، أخذي هذا الشربت وياك. رحت لأبوي حتى أقدم لي الخطار، طلعوا الخطار خطابة. من طلعوا الخطار أمي بغت تحكي لي أنت صرتي كبيرة واللي إجوي يخطبوك من أبوك. أنا كنت طفلة ما أعرف شنو زواج، فقعدت تحكي لي تفهم لي أنت صرتي كبيرة ولازم تتزوجين وراح الزواج حلو وراح يطببك ويطلعك ويشتري لك اللي ترديه. فخلوني وجبروني هم أتصرف تصرفات مال كبار، وأنا ذاك الوقت كل طموحي أروح ويا أمي للسوق حتى أشتري وباوع اللعابات. المهم صار الزواج وباوع الناس فرحانين وأنا هم فرحانة، لأن أهلي فهموني إنه الزواج ونسى وراحة. فالمهم تعرف هو زوجي عمره 45 سنة وأنا 12 سنة، وبدأت المعاناة. وكانت ما كانت ليلة الدخلة، كانت اغتصاب. كانت اغتصاب ذاك الوقت. المهم استمرت الحياة. ورا سنين طبعا اتطلقت، رجعت لأهلي بيدي بنية. شنو ذنب هالبنية؟ شنو ذنبي أني؟ زين واحد مريض يعني يحب يغتصب قاصرات. اكتشفت انه أهلي باعوني بفلوس، دافع لهم فلوس. زين يعني باعوا لحمهم بفلوس، شنو ذنبي أني؟ بعدني طفلة وسجل بالجنسية مطلقة.